السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضيوفنا الكرام، يسعدنا وجودكم معنا في افتتاح أسبوع العمارة العربي، إحدى مبادرات أركينت، والذي يقام للسنة الرابعة على التوالي. نرحب بكم جميعا في برنامج محاضراتنا الذي يسلط الضوء على نخبة من المعماريين من جميع أنحاء الوطن العربي في هذا العالم. يأتي البرنامج ضمن 32 محاضرة وجلسة نقاش يقدمها معماريين وممارسين وأكاديميين وباحثين من 13 دولة عربية. المحاضرات ستبدأ يوميا من الساعة 7 مساء بتوقيت السعودية، خلال جدول المحاضرات الرئيسي الذي تجدونه في موقع أركينت ضمن صفحة أسبوع العمارة العربي الرابع. في هذا الموسم ستكون هناك جلسة ختامية حوارية مع كبار المعماريين العرب يوم السبت الموافق 14 من أكتوبر الساعة 1 مساء بتوقيت السعودية. وقبل أن نبدأ، نشكر جميع الضيوف المتحدثين على قبول دعوة المشاركة وجميع الحضور على تخصيص جزء من وقتهم للاستفادة من هذه المحاضرات، آملين من المولى التوفيق والسداد في هذه المبادرة، ونتطلع لتقديمها لأعوام عديدة قادمة. للتذكير، يمكنكم زيارة موقعنا للاطلاع على الصفحة الخاصة بأسبوع العمارة العربي الرابع، وذلك لاستعراض تفاصيل الأسبوع كاملة والمشاركة في قناة الحوارات. والآن نبدأ مباشرة مع أول محاضراتنا للأسبوع، والمقدمة من مكتب عمرانية والمهندس محمود أبو غزالة. أبو غزالة عذرا.